هيا. ايوة. دخلتها بيتي علشان احافظ على شرفك يا خرتيب. هلقك في بقك. خدتيني على اخوانا. انا اسف اندفعت من خبطة الشنطة في ملامحي. انا اسف. يلا بينا نروح بيتنا. انا خلاص مش عايز اعيش معك تاني. ما تتكلمي يا مدام رغبة، قولي لها حاجة حنيني قلبها عليا. معلش يا يسرا، روحي معايا. الست مننا ملناش غير بيت جوزها. بصيها بصيها هي بتهدى ما تتبس. مش حبيبتي روحي روحي معايا. بطل. ماما ما تردش ما تردش. استنى استنى استنى. بقول لك ايه، احنا ما بنتفرجش على افلام. رد رد. الو، انت ما نمتش ليه لحد دلوقتي يا سليم؟ يا ماما فاضل 10 دقايق على النوم. الساعه 9 على 10. شربت لبن ولا لسه؟ مشربه. وما تنساش تغسل سنانك قبل ما تنام. مش هنسى. طب قول لي، بابي دفع المصاريف؟ لا الطلعه دي بتاعت. استنى. ايوه يا غدا، دفعت المصاريف ودفعت له فلوس كام بالفيوم. بقول لك ايه، لو الواد عليه اقساط قول لنا بالبره ندفعها. طبعا، ما هو ابنك على فكره. يا ريت ما تسهرش الولد اكتر من كده. على فكره احنا كنا قلناه وانت اللي قلقتينا. صباح الخير. بقول لك يا سليم، احنا ننام بقى ونكمل الفيلم ده بكره. ها يا بابي، فضل نص ساعه الفيلم. سليم، احنا لازم ننام بدري علشان نلحق الباص. خد حط دي هناك. بقول لك يا عم سليم، مش عايزين ماما تعمل لنا وجع دماغ. المره اللي فاتت مناخيرك اتكسرت. هتتنفس منين؟ من دقنك؟ طب ما انا كل لما العب لعبه ماما تقول لي مناخيرك تتكسر، عينك تتجزع، رجلك تتلوي. العب ايه بقى؟ والله عندك حق، بس لقيتها لك يا معلم. انا عندي لك لعبه ماما مش هتقول لك فيها كلمه. لا مناخيرك فيها هتتكسر ولا دقنك هتتقسع. هتتامن فيها من دماغك لحد صابع رجلك الصغير ده. اللعبة دي لعبة الشيش. ايش دي؟ دي لعبة العظماء، دي اللي خرجت زورو، عنتر ابن شداد. هتحبها قوي. تصبح على خير يا حبيبي. الكذب والخداع وجهان لعملة واحدة. اوبا. ما أعظم عشق الروح قبل أن ترى من تعشق. الخيانة هي الخنجر الذي يقتل الحب. كتاب تلاقي الأرواح حقيقة أم خيال؟ أتاك. يلا يا طارق، يلا يا طارق، خش عليها يا طارق، خش عليها يا طارق، يلا يا طارق، يلا يا طارق، خش عليها يا طارق، يلا يلا يا طارق، خش عليها، ما تسيبوش، يلا غزه، يلا بلاش دلع بقى، يلا بقى، يخرب بيت دماغك دي. ايوه ايوه يا ساتر يا رب. غزه يلا. حادثه جامده على باب النادي. حادثه على باب النادي. ايه ده، هو حضرتك راكن عربيتك على باب النادي؟ العربيه كيه السمره قدام بابه النادي. ده في اتوبيس راكب عليها بره. لو سمحت لو سمحت، ممكن بعد اذنك اعرف انت جبت الكتاب ده منين؟ اتفضل. ايه؟ لا مش للدرجه دي اكيد، شكلك لسه بتقرا فيه. لا انا قريت الكتاب ده مرتين قبل كده، وبالمناسبه الكتاب ده ليه جزء تاني هينزل السوق قريب. تحب اجيب لك نسخه معايا؟ طبعا احب جدا. اصل انا الحقيقه بقالي كتير جدا بدور على الكتاب ده ومش لاقياه، بس اكيد مش هاخده من غير ما ادفع ثمنه. اوكي. طب على فكره لما النسخه تجيلي ابعتها لحضرتك ازاي؟ انا اسمي رانيا ودي البيزنس كارد بتاعتي، وممكن تكلمني في اي وقت اول ما الحاجه تبقى معايا. ممكن اعرف اسمك؟ اسماعيل الجرح. شكلك يا استاذ اسماعيل يعني مهتم جدا بعلم تلاقي الارواح. لا لا، ده فوق ما تتصوري، ده انا بسافر دول كتير احضر محاضرات بره. غريبه. ده ابنك؟ سليم. سلم على طنط. عامل ايه؟ ودي ملوكة بنتي. هاي ملوكة. هاي عم. ما شاء الله زي القمر. ميرسي جدا. شكرا. عن اذنكم. اتفضل. باي يا سليم. بتعمل ايه يا ابني؟ يا ولاد، عايز حد يقول لك ايه؟ سيبني يا حبيبي، سيبني يا ضحى.
الحقيقه يا اولاد اللي حصل ده فاق كل توقعاتي. اللوجو بتاع الكامبين بقاله 5 ايام ترند على تويتر، ده غير البيج بتاعت الفيسبوك عليها 5 مليون فولورز. 5 مليون؟ ده انت قديمه قوي. يا بنتي الفيديو بتاع الاعلان نزل على اليوتيوب عامل لغايه دلوقتي 12 مليون مشاهده. ازاي ما شفتوش ده انا؟ هوريهولك حالا. بقولك يالا جريشه. شبيك لبيك يا صانع السعاده. انا عاوزك تكلم رغده ضروري، تستعد عشان في شركه بتاعت مشروب طاقه جديد كده، عاوزاها تبقى هي النجمه بتاعت الاعلانات بتاعتهم. في بس مشكله رفيعه قوي يا صاحب السعاده. خير؟ هو مفيش. مفيش ايه يا روحي؟ مفيش رغده تاني. ايه؟ يعني ايه مفيش رغده تاني؟ هي خلاص شافت نفسها نجمه ولا حد لعب لها في دماغها؟ هو كل المشكله ان اهلها شافوا الاعلان، فبعد ما شافوا الاعلان غضبوا عليها وقرروا ان هي مش هتعمل اي حاجه تاني. شكلك كبرت خلاص وبقيت خايب. لا الموضوع مش كده. خلص الكلام، هات لي نمره البت دي وانا اجيبها لك. لا يا مستر ادهم سيب رغده عليا. السلام عليكم يا وانشي. شات مستشفى المخيخ يفرمطوا الجمجمه. تليفون وانشي حبيبي. الو الو، مش ده موبايل رغده؟ ايوه. الو الو، ثانيه واحده، هي هترد على حضرتك حالا. ثانيه واحده ثانيه واحده. بقولك يا مانشي. ايه؟ انت عندك مسكوت؟ اه عندي بطيخ. لا البطيخ فيه بذر بقى وهيضايقنا. عندك كيوي؟ للاسف ما عنديش. اي فكهاني على اول الشارع اروح اقول له عايزين 2 كيلو كيوي نعمل بيه مسكوت. فكهاني؟ اه اوعى تضحك عليه. لا انا حاضر. اي رانيا ازيك يا حبيبتي؟ ايه رغده، هو انا بكلمك في وقت مش مناسب؟ انت تتكلمي اي وقت، انت حتى وحشاني قوي. طب بما اننا وحشين بعض وانا عايزاكي في موضوع مهم، يلا نتقابل. تيجي تعدي عليا في الكافيه اللي بقعد فيه؟ لا كافيه ايه، ما ينفعش اروح كافيهات خالص. طيب اجي لك البيت؟ ما ينفعش البيت خالص، اصل احنا بنبيض، فبقى نقاشين داخلين ونقاشين خارجين، تخش تتعترف بستله بلاستيك ولا حاجه تبقى مصيبه سودا. طب امال ايه بس يا رغده، دوختيني. تعالي لي انت. هبعت لك لوكيشن وهستناكي، ما تتاخريش عليا. بقولك ايه، هو مين اللي رد عليا؟ ده النقاش. النقاش كان ماسك التليفون بتاعي بيلعب فيه السافل. طيب يلا باي باي. مع السلامه يا قلبي. المشكله يا رانيا حبيبتي ان بابي مامي مش موافقين خالص على موضوع الاعلانات، خايفين عليا من الوسط الفني. بيقولوا ان البنت عندكم في الوسط الفني علشان توصل وتبقى نجمه لازم تقدم تنازلات. الكلام ده قديم قوي يا رغده وما بيحصلش، والحمله دي مهمه بجد، ما ينفعش ما تعمليهاش. انا مستعده اقعد مع باباكي واقنعه، ما عنديش مشكله خالص. لا بابي مين اللي تقعدي معاه؟ ده بابي ده جزمه قديمه، اقصد يعني مش هتنبسطي معاه، يعني هو شخصيه طافه قوي. بصي يا رانيا حبيبتي، انا علشانك ممكن اعمل اي حاجه، لكن موضوع الاعلانات ده صعب صعب. رغده خليني اجيبها لك بطريقه تانيه، ده اهم عميل عندي، والحمله دي فعلا هتفرق جدا في كاريري، يعني انا محتاجه ان انت توقفي جنبي بشكل شخصي. بليز يا رغده عشان خاطري، بليز بليز اعملي كده عشان. مالك يا رغده؟ تعبانه يا رانيا، تعبانه. تعبانه؟ انا قلت تعبانه؟ اه لا اقصد يعني تقريبا جسمي مصهد، تقريبا البراده هي اعلى شويه، اصل انا لسه شاريها جديد. طيب قلتي ايه يا رغده، هتعملي الحمله علشاني؟ انا علشانك يا حبيبتي ممكن اعمل الحمله الفرنسيه لو عايزه. بجد يا رغده هتعمليها؟ بس كنت عايزه اقول لك بجد بجد ذوقك يجنن في البيت. ايه ده؟ تلاقي الارواح؟ هو انت بتقري في الكتب بتاعت الدجل والشعوذه والسيده الالوسي والحاجات دي؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده كتاب مهم جدا وانا كنت قلبه الدنيا عليه، وفجاه لقيته قدامي مع واحد كده قاعد بيقراه في التمرين بتاع ملك. تلقي الارواح ده علم مهم، مش عارفه اجيبها لك ازاي، بس عمرك حسيتي ان في حد وحشك قوي ونفسك تشوفيه وفجاه لقيتيه قدامك؟ اه يعني ممكن تحصل، تحصل اكيد، بس اكيد صدفه يعني. بس انت طالما بتؤمني بالحاجات دي يبقى اكيد اتجوزتي بالطريقه دي صح؟ كنت صغيره وغبيه، اتجوزته بس عشان كان مهتم بيا زياده عن اللزوم. طب ويا ترى اتطلقتوا ليه؟ اتطلقنا علشان هو عمل اكتر حاجتين بكرههم في حياتي، كدب عليا وخاني. يخون القمر ده؟